اسمي عبد الناصر فروانة، جيت من غزة فلسطين وأسير سابق، أمضيت حوالي 6 سنوات في سجون احتلال، كما وأن والدي رحمة الله عليه أمضى أكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال وتحرر في إطار صفقة التبادل عام 85، وأخي أيضا أمضى حوالي 7 سنوات في سجون الاحتلال وأعمل يعني رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي مهمتها رصد الانتهاكات والجرائم التي تقترف بحق الأسرى وإجراء العديد من الدراسات والتقارير ذات العلاقة بقضية الأسرى. وبالإضافة إلى ذلك جئنا برفقة وبصحبة وزير الأسرى ورئيس الهيئة لإطلاع يعني الشخصيات الرسمية وأعضاء البرلمانات في بلجيكا على أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال. وبالإضافة إلى ذلك يعني نتابع هذه القضية على المستوى الشخصي، خاصة وأننا تربينا وترعرعنا في إطار يعني فهمنا ومتابعتنا وزياراتنا للوالد وللسجون، وبالتالي هناك متابعة مستمرة لهذه القضية التي أصبحت يعني أكثر من مجرد وظيفة وإنما هي انتماء لهذه القضية. قضية الأسرى هي ركن أساسي من أركان القضية الفلسطينية، خاصة إذا ما علمنا بأن أكثر من 1 مليون حالة اعتقال سجلت منذ العام 67 ولغاية اليوم، لكن ليس كل من اعتقل ما زال في السجون، حيث أفرج عن الكثير من هؤلاء بعد أن أمضوا فترات محكوميتهم أو في إطار صفقات التبادل، وما يزال حتى هذه اللحظة في سجون الاحتلال أكثر من 4700 أسير، بينهم 29 أسيرة، ومن بينهم أيضا نحو 160 طفلا تقل أعمارهم عن 18، بالإضافة إلى وجود من بين هؤلاء أكثر من 900 معتقل إداري دون تهمة أو دون محاكمة، ومن بين الأسرى هناك حوالي 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة، من بينهم 25 أسيرا يعانون مرض السرطان، بالإضافة إلى ذلك من بين الأسرى هناك 553 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة أو لعدة مرات. والأخطر والأكثر ألما ومرارة أن من بين الأسرى هناك حوالي 350 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، وهؤلاء يعتبروا قدامى الأسرى، ومن بين هؤلاء هناك 39 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما، ومن بين هؤلاء هناك 19 أسير معتقلين منذ أكثر من 30 عاما، ومن بين هؤلاء هناك 7 أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 35 عاما. ومن بين هذه الأرقام الكبيرة والصادمة هناك 23 أسيرا معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وبالتالي نحن نتحدث عن أرقام ومعطيات صادمة ومؤلمة وقاسية بذات الوقت، وبالتالي يعني الأمور في غاية الصعوبة والتعقيد فيما يتعلق بالمعطيات الإحصائية. وفيما يتعلق ب هؤلاء الأسرى فهم من كل المناطق، من القدس ومن مناطق 48 ومن محافظات الضفة الغربية، بالإضافة إلى وجود حوالي 200 أسير من قطاع غزة، ومن بين هؤلاء هناك 25 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد أقصد من قطاع غزة، ومن بين هؤلاء هناك 5 أسرى معتقلين منذ أكثر من 25 عاما، أي مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، ويعتبر الأسير ضياء الأغا هو أقدم أسرى قطاع غزة والمعتقل منذ أكثر من 30 عاما ويقضي حكما بالسجن المؤبد أي مدى الحياة ويقبع في سجن نفحة، وكل هؤلاء الأسرى يعني يقبعون في أكثر من 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف وبظروف صعبة وقاسية. وفيما يتعلق بأسرى قطاع غزة فبالتأكيد معاناتهم يعني ربما تزداد عن معاناة الآخرين، خاصة في ظل المعيقات والعراقيل التي تضعها
إدارة السجون فيما يتعلق بالزيارات الأهل وفيما يتعلق بالتواصل مع الأهل بما يخالف كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة بأن زيارات أهالي أسرى قطاع غزة هي غير منتظمة وهي غير مسموحة لكل أفراد على الأسرة ولكل أفراد على العائلة. هناك شروط قاسية، هناك شروط ظالمة ومؤلمة تحرم الأسير من رؤية أفراد عائلته حتى ممن هم من درجة القرابة الأولى، مما يفاقم من معاناة الأسير ويفاقم من معاناة الأهالي ويخلق يعني فجوة اجتماعية ما بين الأسير وما بين ذويه وأطفاله وأبناء القرابة الأولى، خاصة إذا ما طالت فترة الاعتقال، وبالتالي يعني تصبح المتغيرات يعني الكثيرة ويصعب على الأسير حتى التعرف على هؤلاء الأطفال، وحتى يعني أولئك الذين يسمح لهم بالزيارة من قطاع غزة إلى أبنائهم في السجون، فالزيارة مؤلمة وقاسية وتخللها الكثير من العراقيل والصعوبات، وتضطر والدة الأسير أن تخرج من فجرا وتعود إلى البيت في بعد غروب الشمس، بمعنى الزيارة تستغرق أو مدة الزيارة تستغرق أكثر من 15 ساعة، في حين أن اللقاء مع الأسير ربما لا يتعدى 40 دقيقة. كل هذه المعاناة وغيرها يعني تفاقم من معاناة الأسرى داخل السجون وذويهم. الأخطر أيضا أو من الجرائم التي تقترفها دولة الاحتلال هي احتجاز يعني جثامين الشهداء، وهي واحدة من أكبر وأبشع الجرائم الأخلاقية والإنسانية والقانونية التي تقترفها دولة الاحتلال، حيث لم تكتفي باستشهاد الأسرى داخل السجون وإنما تحتجز جثامينهم كورقة ضغط ووسيلة للعقاب الجماعي، وما زالت حتى هذه اللحظة تحتجز 12 جثمان لأسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال في ظروف مختلفة، لعل أقدمهم الأسير أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلام عام 1980، وبالتالي هذه جريمة، وهؤلاء هم جزء من أكثر من 370 جثمان تحتجزهم الإسرائيل في مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى، وهذا مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية.